مساكم الله بالخير والعافية، نلتقيكم اليوم بحلقة جديدة وشغل جديد وأكل جديد. اليوم راح نشتغل الكنتاكي. كنا نعرف أنه الباحة اتصلت الأخت نسيت اسمها، طلبت منها أنه شلون طريقة الكنتاكي ومدى ينجح ومدى يشتغل عندها بالشكل الصحيح. اليوم راح نسويه، لكن قبلها لازم نعرف شنو تاريخ الكنتاكي وين بدأ. هو أول ما بدأ الكولونيل ساندروز بدأ في ولاية كنتاكي في محل يعني على شون على الشارع بدأ يشتغل يبيع دجاج مقلي. كان ذاك الوقت المسيطر هو الهامبرجر على كل المبيعات. في سنة هاي سنة 1952، في سنة 1964 بعد مرور 11 سنة على افتتاحه مشروعه، جو عليه مجموعة من المستثمرين بدأوا يتعاقدون وياه وبدأوا يشتغلون هذا الشغل وبدأ يتوسع بكل العالم، وأصبح الكنتاكي من أهم الوجبات السريعة. خلينا نشوف مقاديره ونرجع نسولف عنه. هنا عندي المقادير، الدجاجة حتكون 1200 أو 1100 مو أكثر. تخمية الكنتاكي راح تكون 2 ملعقة طعام، قلنا احنا والقرمشة الكنتاكي راح يكون عندي على كيلو جرام طحين 200 جرام قرمشة كنتاكي، وعندي الخل الأبيض وعندي الليمون موجود. إن شاء الله خلال البرنامج راح نعيد أكثر من مرة المقادير للقرمشة وللتخمير، ودائما نسولف عنها ونحكي عنها. راح نبدي أول شيء، عندنا الدجاجة موجودة عندي، هاي الدجاجة اللي هي وزنها 1200 جرام، 1100 جرام أيضا ما راح يكون إشكال إذا سويت. وفوق هالمراحل خصوصا أنه احنا بالبيوت راح نسويه بطاوة او بجدر مثل ما مسوي اليوم احنا، فماكو الضغط اللي موجود مال البخار، فاحنا بحاجة الى صغر حجم الدجاجة على مود نقدر نقليها كلها. يعني اذا كانت كبيرة ما راح تستوي عندي هنا. الحرارة اول شيء نخلي الزيت يحمى، اوكي يعني حمية صحيحة انه يبدي يتقلى، وراها نتركه تتقلى على راحتها. وشويه يفضل لما تسوون الدجاجه شويه ضغطوها قبل ما تقرمشوها، على مود شويه نعطيها شكل سطحي، يعني مو تكون عاليه ثخينه راح تتاخر عندي بالاستوى. اول شيء انا عندي الدجاجه مخليها بمي وخل، شوفوا لحد الان هي الذب الدم، انا خليها بالمي والخل دائما، من الضروري جدا انه اتخلص من هذا الشحم اللي يكون هنا. ضروري جدا بالمطاعم اكو يقطعون الدجاجة، وهذا شو نقول العمود الفقري للدجاجة يذبوه. احنا ما دام بالبيت ما مو مشكلة انه اذا خليناها اعتيادي بيه ما راح يكون بيها اي مضرة، ممكن نوخرها براحتكم. بالضبط هنا نبدي اول شيء الفاخذ، شلون اتفقنا ذيك المره نطلع هاي العظمه، اوكي ناخذ هذا الفخذ كذلك منا نجي شوفوا نطلع هاي العظمه منا، هاي انتهينا منه. هذا ما نحتاجه بالتأكيد، نوخره على الصفحة ونبدي. شوفوا شلون خلاص، هذا وسط الدجاجة. شوفوا احنا ما نسوي بالكنتاكي، راح نوخره هنا، اوكي نبدي نقطع بيها هنا، قطع هذا القطعة هنا والقطعة الثانية كذلك. هذا ممكن عفوا بالمطاعم هذا ممكن انه يستخدم بيش، يستخدم بالمي اساس، يستخدم بهواية مواضيع. خلي ناخذ قرمشة الكنتاكي شباب، بلا زحمة عليكم على مود يشوفوها هاي القرمشة، شوفوها موسيقى.
نجي على قطعة الفخذ هاي، هم نطق العظماية، شوفوها، شوف هاي العظماية منها، ما نضرب العظم، قطعها بالشكل هذا. هنا هم هاي العظماية، شوفوها هنا صارت، شوفوا هنا. هذا صار عندي شكل الدجاجة. هنا هم أرد أغسلها وأضيف خل أبيض عليها شوية. أنا عندي خل أبيض هنا خالة، أقلبها بالخل الأبيض بالمي. شوفوا ايش قصة اللي منقعها أنا بمي وبمي وخل، وردت هنا هم ذبت الدم عندي. شوفوا هذا هم بالتقطيع اللي موجود بقايا الدم، شوفوا أنا أحتاج إنه ينزل هنا وأتخلص منه. هسه خلصنا منه، عندنا خل أبيض. شوفوا هم مستمر بعده الدم يطلع، نظل نغسل بيها عافية لحد ما يصير الخل الأبيض حاله حال المي، يعني انه شفاف ويبقى هنا شفاف. هذا هنا دائما أنا أحكي على هالموضوع اللي يسبب الزفر، شوفوا هذا كله يسبب لنا زفر دائما، ويكون عندي مشاكل دائما يا بالدجاجة زفرة. سبب انه أنا دا قلي دجاجة مو دا أسلقها. السبب عندي هنا انه انا دا قلي الدجاجة مو دا اسلقها. خلاص نجيب هنا التخميرة اللي عندي وابدي اقلب بالدجاجة. مثلا عندنا هاي قطعة الصدر، أنا اللي راح أقلي هنا بجدر أو طاوة، مو بروستد أو قلاية كنتاكي، شوية هيك، أوكي؟ هنا هاي القطع الكبار شوية، شوية هيك أشرحها بالسكينة، على مود الخمرة عندي هنا تدخل، وأتركها يعني أقل شي 4-5 ساعات. لحد ما تبدي تاخذ الطعم اللي اريده. هنا خلص عندنا التخته، هاي ما نحتاجها بعد. نجيب كلينس ننظف الميز مالتنا. هنا بالشكل. طبعا ما ننسى انه هذا البرنامج برعاية مطعم تاكل كان في فندق فلسطين من جهة ابو نؤاس، وما ننسى الوايت ستار مجموعة الالبان المميزة اللي موجودة بالاسواق، تقدرون تجربوها وتشوفون مدى جودتها. هذا خلاص عندنا هنا هذا الطحين عندي. هنا هذه شوف زيتنا، اوكي هذا كيلو طحين خام كل شيء ما بي، اوكي انتوا هاي هم تريدون اقليها؟ اوك حلو. نجيب القرمشة 200 جرام او مثل خليها هنا او نقسمها على ملاعق الطعام، شكد يصيرون؟ اوكي هنا نقلبهم بهالشكل هذا. خلي هذا الدجاج، الدجاج احوله هنا، وهنا ابدي اخذ مي بارد، خصوصا هسه الجو بارد عندنا. عفوا
الحين. لا ما يبارد اريد بس. ما اريد لا بيض ولا اي مواضيع ثانية. مي بارد فقط. اوكي. هنا عندنا الدجاجة اللي مقطعها اني من الليل. لا مو من الليل، قبل ساعات يعني 4-5 ساعات بجينا بها. ضروري ننتبه على طريقة القرمشة. شوفوا ركزوا وياي، 3 قطع نخليه. شوفوا باعوا ايدي، باعوا ايدي. ايش نسوي؟ شلون بدنا نشتغل بها؟ دا ابدي افرك بالدجاجة، واذبلها طحين. طبعا تحياتنا لاخونا وصديقنا الشيف عبد الخالق الاسدي، ونحب نهنيه على منتدى الطهاة العرب، ويا ربي كل التوفيق لك والباقي الزملاء. الشكل هذا شوفوا، قلنا ماكو اكل زمو هيك. لا هاي بحالة الدجاجة تريدون تعيشوها مرت لخصة ولا ايش؟ لا هاي هنا الشكل، ندعك دعك. شوفوها ابدي اطلع. شوف هو شنو الفكره؟ الفكره انه الرطوبه اللي موجوده بالدجاجه والخل الابيض والتخمير، فراح انطي طحين اني وارجع افركه. يعني هسه هاي ايدي، شوفوا هاي ايدي خلينا بيها مي، خليت الطحين عليها، من دا اسوي ايش دا يطلع عندي؟ شوفوا هذا اللي صار باصبعي هنا، هذا تشوفوه، هذا هو اللي اريده. هذا الشغل العملي دا اسويه بالدجاجه، انه انا دا اشتغل بالدجاجه انه اقرمشها بهالشكل هذا. ونرجع شوفوا هاي الضربتين بدأت تتقرمش عندي. وين؟ مي بارد. نرجع هنا كذلك مي، ما نخليه هواية بالمي، ونرجع هم طحين. نظل بالدعك نذب طحين، وندعك بالدجاجة. نظل بهاي الطريقة، يعني يحتاج لها شيء نقول يعني بالضبط دقيقة ونص، انه احنا نظل ندعك بيها لحد ما بقى عليه. شوفوا القرمشة، شوفوا شلون طلع شكلها حلو، وهي بعدها اصلا ما نازلة النار. زيتنا حار. اوكي على كيفنا، نذبها يعني ننزلها نزول. هاي الثانية شوفوا نزلناها هيك. القطعة الثالثة ندعك بيها. شوفوا شلون صار عندي هنا القرمشة وشكلها شلون حلو. هم نسوي لها مجال انه ما تضرب الباقيات وننزلها هنا. هاي من الاخطاء اللي انا سويتها هسه، انه انظف ايدي هنا، لا انه ايدي انظفها خارج مكان العمل، او خارج السفنديش مالتي او البلانكو او النجانه او اي شيء، على مود ترجع ايدي صافيه واقدر اشتغل بيها واقدر اجيب كلينسه على مود انظف بيها اللي موجود عندي هنا. شباب خلي نذكر، اخذنا القرمشة، خلنا ناخذ التخمير الكنتاكي كذلك، الزنجر والكنتاكي.
اثناء من الاخطاء الشائعه انه اجي اني اطلع الكنتاكي او الزنجر من ده قلي واطلعه منين؟ من الجدر او من الطاوه واشوفه، لا انتظر لحد ما يتغير اللون عندي مالتها، يلا ابدي بهذا الشيء واشوفها شلونها. نرجع هنا، واحد اثنين ثلاثة، طحين هاي طريقة الدعك اللي قلنا عليها، اي مكان تحسون بيه رطوبة بعد ذبوله طحين وابقوا ادعكوا بيها. شوفوا اي مكان بيه رطوبة دائما من الضروري جدا يعني هيش ندعكها. اول شيء طريقه الدعك هي راح تنطيني اول شيء قرمشه حلوه، وثانيا راح تخلي الطبقه الاولى من الطحين انه تلتصق بجلد الدجاجه. هاي لان الاخوات طلبوه مني واكثر من مره جتني رسائل على الكنتاكي انه اعيده، هاي اليوم هم نعيده، وانطلب الريزو كذلك هم ان شاء الله هالاسبوع هم نعيده وشوفون طريقته. اوكي هسه هذا الصوت شوفوا قلت لكم يعني كثرة العمل بمجال المطبخ تنطي في الثقافة بمختلف الحواس، اي الحواس اللي نملكها نبدي على الصوت نسمع الصوت. هسه اللي دا سمع انه الكنتاكي بدأ يستوي بدأ يرتفع لي فوق وبدأ شلون يعني يتقرمش، حتى بالكباب بالكباب بمرور الزمن، تحياتنا لكل أخواننا اللي يشتغلون بالمشويات، بمرور الزمن شي يصير عندكم؟ يصير موضوع أنه تبدون لما تسمعون شيش الكباب تعرفون أنه بدأ يستوي. هاي هنا شوفوا هاي بعدنا بالمرحلة الأولى، مي والرجعة هنا كذلك، قطعة الفخذ الثانية مي ونرجع هنا، ونرجع على أول شيء قلنا عليه أنه خلي طحين ورطوبة اللي تكون بالدجاج راح يمتصها الطحين ويكون لي القرمشة اللي أريدها بعد ما أسويه. شوفوا دعك كأنه يعني بين هلال يعني كانوا شلون دندلك للدجاجه على مود نطلع بيها المواضيع اللي نريدها. شوفوا شوفوا شلون طلع باعوها، شوفوا قرمشه شلون طلعت واضحه قدي، وهي مو بس تعتمد على نوع القرمشه او شغل القرمشه شنو، لا هي تعتمد على الايد اللي واقفه تشتغل عليها انه شلون تطلع القرمشه وتكون يعني شغل يراد له حرفية شوية الاستمرارية. هسه بدأت تستوي شوية، شوفوها تشوفون القرمشة بدأ يتغير اللون مالتها، فأني أقدر أنه أشوفها. شوفوا هاي شوفوا القرمشة مالتها شلون حلوة، هسه بعد تتحمر أزيد عندنا بالضبط، هاي راح تكون ملتصقه بها. يسال المخرج عنها انه موضوع انه راح تبدي انه ينتزع الغلاف منها، لا ماكو هيك شيء، راح تظل ملتصقه بها. خلي اللم الطحين اللي عندنا هنا كذلك هنا، شفتوا طريقتها؟ ضروري جدا انه نشتغل طريقة الدعك اللي عليها. نبدي نخلي كلينكس على مود يصفى الزيت اللي موجود عندنا. ونرجع موضوع الدعك. صح اكو بعض الناس يقول انه دا تعيد به هوايه، لا هذا
صدقوني انه اللي يوقف على موضوع الكنتاكي او القرمشه اللي يعرف يقلي يكون حتى اجوره مختلفه عن باقي العمال، لان هو يعرف يطلع لنا قرمشه صحيحه. شوفوا الفخذ، شوفوا الفخذ شلون صحيح طلع عندنا وشغله حلو. اصبر عليه، اريد انه يعني شلون انه كل جوانب مالته تستوي ويكون شكله حلو. هذا انتهينا منه، خلينا نخليه على جانب، خلي المي على جانب الاخ، ونبدي ننظف ميزنا على مود نبدي نسوي الكوليسلو. الكوليسلو هو اللي يكون مرافق الى دائما الكنتاكي، ننتظر يخلص الكنتاكي عمود نذب القطع الباقيه. خلي بما ابدي انظف اخذوا لي المقادير شباب، القرمشه مره الاخ، قرمشه والتخمير كذلك، نعيدهم. نغسل السكاكين مالتنا، اي طبعا ونبدي هاي الجزر نخليه هنا، نحضر الاهانة. تحياتنا الاخ علي ثائر المصور. لها شوفوا نقطع لهانا بهالشكل هذا، نبدي هنا لهانا الحمراء شو ما يقولون اهلنا يسموها حافيه، يعني شلون خليها هاي بعدين نثرمها، قوية تكون، فشوية ندوسها بالشكل هذا. شوفوا هاي هنا، نخليها شوفوا شلون صارت. هنا هم نجعل القطعة هاي، دائما نلاحظ انه اللهانة اللي عندنا الحمراء تكون اقوى من البيضة وتكون شوية صلبة. اوكي هسه راح اشوفكم شلون نسوي لها حل وتصير عندنا لينة. نرجع هنا نجي وين
هاي هم نشيلها خليها هنا ونجي هاي تاخذ راحتها ندوسها نجي من الجانب شوفوا شوفوا شلون القطع تطلع عندنا هم يستخدمون دائما اللهانة البيضة بها بس احنا اليوم بدنا نسوي تغيير بالكوليسلو واريد نسويها بهالشكل هذا احيانا بعض الاخوة يضيفون لها الكشمش لا خلينا ناخذ مقادير الكوليسلو اوكي اوكي. هنا عندنا اللهانة قوية، شكرا على اللهانة. اللهانة تكون قوية شوية، ايش راح اسوي لها؟ نومي حامض. وهنا بالشكل هذا شوفوا نظل نقلب بيها يعني شلون هم ندعكها بين قوسين شوفوا حتى لونها بدا يخف من اللي موجود عندي هنا اللهانة بسبب النومي حامض بدا حتى البياض اللي موجود بيها يصير على لون وردي او احمر شوفون شلون راسا صارت هذا اللون بايدي افضل من ما سويناها قبل شويه كانت قويه كلش هسه بدا يعني شلون نتركها شي 5-10 دقائق لحد ما تبدي تاخذ اللون ويبدي ينزل عندي السائل اللي موجود بها على مود اتخلص منه من اتخلص منه اني اقدر اضيف باقي المواد اللي عندي الكوليسلو عالميا يضاف لها السكر يضاف لها الحليب ويضاف لها برشه بصل ربما هذا يكون شيء غريب على اخواننا او اهلنا اللي ياكلون الكوليسلو هنا، لكن الكوليسلو اللي يصير بالكي اف سي هو هذا شغله. نرجع على اللي عندنا هنا الدجاج. اللي عندي هنا الدجاج شوفوه. اضيف هنا واضيف القطعه الثانيه. هاي شوفوا قرمشتنا من هسه مبينه عندنا ومن هسه صايره عندنا حلوه ونضيفها هنا دائما قلت لكم اريد زيت حار يتلقاها على مود شلون تبدي تاخذ القرمشه بشكل صحيح شوفوا هنا القطع اللي طلعناها عندنا شوفوا قرمشتها شوفوا القرمشه مالتها شلون طلعت عندنا وشلون حلوه ولونها حلو قرمشتها قويه هذا شوفوا هنا اللي صار عندي باللهانه ايش راح اسوي لها ابدي ابرش لها الجزر
اليوم كنا مقررين غير اكل البسله المصريه، لكن بعد الطلبات اللي قالوا لي على الكنتاكي قررت انه نسوي اليوم على مود تشوفون طريقته. شوفوا الجزر هنا عندي، هذا الجزر اللي عندنا هنا نضيفه عليها، نبدي نقلب بيها حد ما يمتزج هاللونين مع بعض ويكون شكلهم حلو. هنا قلنا النومي حامض خلى انه يعني العود اللي ثرمناه او الورقه اللي ثرمناها ما لها هنا تكون يعني شويه اخف ارقى، يعني عفوا ارق، مو مثل ما كانت قويه اول ما ثرمناها، هسه صارت سهله بالايد. فهاي دائما نضيفه احنا ويا اللهانة، بالاضافه انه يعني الشغل الكولي سلو يفضل انه تكون سويت اند ساور او حامض حلو، راح تكون كلش طيبه. هنا نضيف شويه شكر ونضيف برشه بصل، هاي الطريقة اللي بدي احكي عليها عالميا. هنا ممكن الطرق تكون مختلفة عندنا. خلي ننظف الميز وبعدين نكمل باقي شغلنا. شوفوا ننطي وقت الكنتاكي براحته، مو رأسا اول ما خليناها والطاولة تكون كلش حارة ورأسا يفور الدهن وراح يسمر هو وكل شيء ما مفتهمين منه. لا، النار اعتيادية خالها آني، لكن وجود ثلاث قطع بدأ انه يخلي حرارة الزيت متساوية، يعني مو حارة كلش وجود الثلاث قطع. شلون قلنا البارحة انه يبدي يبرد عندنا الزيت اللي موجود عندنا او تبرد الطاوة، فهذا هو الفكر اللي بدنا نسوي بيه الكنتاكي. حليب، ونبدي نضيف المايونيز نبدي نخلطها، راح تكون عندنا الخلط اسهل لوجود النومي حامض ويا اللهانه. لا كنتاكي بعد عندي هنا ماخذ راحته بالزيت، هاي الكوليسلو اللي دائما تكون مرافقه للكنتاكي كل المكانات او الوكالات العالميه اللي يؤكل بها الكنتاكي، نلقي الكوليسلو موجود ثابت ويا البصل. ضروري جدا انه البصل يكون موجود شيء قليل كلش، يعني برشناه وياه راح ينطي الطعم. هو خطي البصل ما يخسر، خلوه بمكان شويه وشوفوا الدنيا كلها سرعته بصل. هاي اصبحت جاهزة، إذن هنا بعد ما نحتاج اللهانة ولا البصل، مايونيز، الحليب، كذلك هم خلصنا منهم. كل الاشياء اللي بعد ما نحتاجها دائما نحاول انه نبعدها عن مكان عملنا عمود، لا يهوس الميز مالتنا دائما، ويكون عندنا هوايه اشياء على ميزنا
حتى تكون حركتنا محدودة من تكون هواية أغراض عندي على الميز. اوكي هاي انتهينا منها، نشوف قطع الكنتاكي اللي عندنا تقريبا استوت ما بقى لها شيء. خلص هاي طلب ثاني وثالث اجاني للريزو، طلب هنا تدلل. خلص نسوي الريزو تأمر امر. ما دائما اني احب ويا كل مواضيع المقرمش او الزنجر او الكنتاكي او الاسكالوب احب سلطة الخس والطماطة والمايونيز، كلش احب اجربوها دائما. دائما قلت لكم الخس اللي عندي صلاه الخس كلش احبها وياهم. هنا هذول ارجعهم صار. هنا نجي نقطع الخس بس مو ناعم مثل كل مره، لا شوي نعطيه خشونه. يلا اوكي هاي نسوي لكم انا عن تدلل. هاي سلطة اختيارية بس قلت لكم اني كلش احبها لما تكون احبها ويا كل الاشياء المقرمشة، يعني تكون هاي من الثوابت عندي. هنا طماطة الكرزية اللي عندنا هاي طماطة، أنا أحب أتذكرنا بالطماطة مال أيام قبل تكون حلوة هاي. ونخلي اوكي خلينا نرجع الشباب على المقادير ناخذها مره لا. اوكي دائما نخلي المايونيز عليها. عصرة محامض هاي كلش كلش طيبة، جربوها انه دائما تكون ويا الكنتاكي او الزنجر او الاسكالوب. شوفوا شلون طلع عندنا الكنتاكي، نصبر عليه يعني مو رأسا انه اني اطلعهم من الجدر اي خلاص استووا، لا نصبر عليها لحد ما شوفوا القطعة هنا شلون مقرمشة وحلوة. شوفوا قرمشتها، خلي نسوي القطعة الأخيرة اللي موجودة عندنا الثلاثة. شوفوا شوفوا هنا عيني دعك ممكن تاكي عافية. الشكل هذا
دائما خلوا طحين ودعكوهم بهالشكل هذا، لا تستعجلون عليهم بهدوء وماكو سرعة. وبعدين شوفوا لازم هنا من هسه بدأ يبين عندي القرمشة مي، خليها بالمي زين ونرجع هنا. دائما نستمر ان نطلع منها الرطوبة بإضافة الطحين إلها والدعك باليد. قلت لكم هواي يقولون انه يطول موضوع الشرح عندك، من المفروض انه الشرح ما يكون سريع على مود لا تضطر انه تعيد الحلقة اكثر من مرة. اوكي شوفوا ايدنا باعوا، شوفوا القرمشة اللي صارت عندي شكلها حلو. نبدي ننزلها تنزيل على كيفنا، نجي هنا بسم الله. اذا تشوفوه مو كلش مقرمش ممكن تعيدوه اعتياد، يعني مو فد مشكله. شوفوا شلون صار، كان مقرمش عندي بشكل حلو، رجعت عدته بسم الله. ننزلهم هنا صار، نرجع زيتون ان شاء الله باكر نسويه، راح نجيب نومي حامض ونجيب شويه عنبه وياه وزيت زيتون ونسويه بالشكل الصحيح. خلص هو بدا يصير عندي الحلال، يعني ده ممكن ينضاف الزعتر، ممكن ينضاف الفلفل، ممكن كل شيء كل شيء. حتى اكو نوع من الزيتون يتشووه شويه بالنار، تشووه على جريل ويكون يعني طعم بيه مال شلون كانه مشوي. خلاص صح، نا نا قلت لكم دائما دائما اني احب هاي السلطه ويا الكنتاكي. شوفوها قرمشة راح تكون بهالشكل هذا مالته وشكلها حلو، وان شاء الله ابيض وجه وجهكم ابيض. هاي دائما يا الاخت العزيزه ما اتذكر اسمها اللي اتصلت، هاي طريقه الكنتاكي، دجاجه صغيره مو كبيره، ويفضل اختيار الدجاج المحلي، يفضل اختيار الدجاج المحلي اللي يكون هو ما بيزفر دائما ويكون طعمه طيب وما يكون مجمد وهالمواضيع. فيفضل دائما اختاري هالشي هذا. شو تريد بس فهمني؟ ها؟ نعم. ماكو هيجي تشيكن فرايد رايس، هذا واحد فرنش فرايز. المخرج طبعا يذكرني على شيء طلب الريزو يطلب هذا ويا خلاص تؤمر. خلينا نشوف شنو اسم الغريب اللي لحد الان ما وصلنا له. انا اتركها تتقلى عندي، وهاي هنا اصبحت جاهزه، وهنا الكنتاكي نحوله هنا. شفتوا طريقته، نعيد من البداية لمن التحق بنا الآن. أول شيء جبنا الدجاجة، نقعناها بمي وخل، قطعناها من المفصل بدون ضرب العظام، وشلنا الوسط اللي خليناه اللي هو هذا وسط الدجاجة، أنا شلته ما خليته يبقى بالدجاجة، لأن كثرة المفاصل بكثرة التقطيعات ممكن تسببني نزول الدم وممكن تخلي هالمواضيع شو يصير بيها؟ سوي لي زفرة. ورا ما قطعناها جينا مرة ثانية غسلناها مرتين وثلاثة وأربعة ممكن بالخل حد ما نضفت، جينا تبلناها بالتتبيلة اللي عندنا، بعدها خليناها الفترة اللي هي هنا خليناها قطعناها واللي أنا محضرها قبل ساعات من الآن، يعني شي أربع خمس ساعات حضرت، وبعدين جيت
قدروا تخلوها الليل كله، ماكو كل مشكلة. ولوجود الخل الأبيض بها راح يكون يعتبر من المواد الحافظة للمادة اللي خاليها بي. بعدها بدينا نقرمش بطريقة الدعك، قرمشناها بطريقة الدعك. شوفوا ناس شون القرمشة الحلوة اللي عندي هنا بالفخذ، شوفوها كلها القرمشة مرتبة بي. والقطعة الثانية اللي هي تقريبا راح يستوون، اللي أنا قلت يفضل أنه مو دائما نشيلهم من الجذر قبل ما يأخذون قرارهم. ليش؟ على مود لا نضرب القرمشة ما تتكسر أو تنمرد. خلينا ناخذ المقادير للمرة الأخيرة، نبدي من الكنتاكي التخمير والقرمشة ونبدي كل هالمواضيع ونسولف بها. هنا يا بطلع لي ريدها المخرج اللي سويناها تشيلي فرنش فرايز اللي سويناه ويا اللحم ويا حتى الجبن هم بيها خلينا. شوفوا هنا عيني، شوفوا القرمشة، شوفوا طريقتها شلون عديناها. هذا الكنتاكي وقلت لكم ويا الكوليسلو ويا احب قلت لكم الخس والطماطة وهالمواضيع. نرجع ونهني ونبارك للشيف عبد الخالق الأسدي وباقي الشيفات اللي وياه. مبارك لكم الافتتاح منتدى طهات العرب، يا رب ان شاء الله كل التوفيق لكم وان شاء الله نشوفكم باعلى المراتب. ختاما شكري وامتناني لمطعم تاكل لرعايه البرنامج الخاص بي، وشكري وامتناني لمنتجات وايت ستار لرعايه البرنامج الخاص بي، شكري وامتناني للكادر خلف الكواليس بالتأكيد، شكرا امتنان كرم متابعتكم. انتظروني غدا شغل جديد وأكل جديد في مال الله.